بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 63. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نواصل الاقتباس من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث يواصل الكلام في بيان توحيد الألوهية الذي هو حق الله على عباده، فيقول: ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق، كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى، كما قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وكل من الرسل يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد قال تعالى في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فقال في الإيتاء: ما آتاهم الله ورسوله. وقال في التوكل: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول، فإن الحلال ما أحله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهو وحده حسبهم كلهم. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كاف نبيه وهو حسبه، وليس معه من يكون هو وإياه حسبا كما حسبا للرسول صلى الله عليه وسلم. وقال في الخوف والخشية والتقوى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فأثبت الطاعة لله والرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فجعل العبادة والتقوى لله، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال لما نزلت هذه الآية: شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: وإياي فارهبون وإياي فاتقون. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ففي الطاعة قرن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه بحرف الواو،
وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف المشيئة، فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إن لم يشأ الله. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن حق الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه. وأمثال ذلك: قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأمثال ذلك. بيّن الشيخ رحمه الله من سياق هذه الآيات الكريمات أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا يتمثل بمحبته صلى الله عليه وسلم أكثر مما نحب أنفسنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين، وأن نتبعه فيما جاء به من شرع الله ونصدقه فيما أخبرنا به من الأخبار الماضية والآتية، وأن نحكمه فيما اختلفنا فيه من المسائل العلمية والاجتهادات الفقهية والخصومات والمنازعات، وأن نصدر عن حكمه في ذلك كله راضين به مسلمين له، ليس في قلوبنا تحرج مما قضى به أو كراهية له، لأنه لا يحكم إلا بالحق. وتحكيمه صلى الله عليه وسلم يعني الرجوع إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نتجنب ما نهانا عنه من المحرمات والمبتدعات والخرافات وسائر المعاصي، ممتثلين قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولا تعني محبته صلى الله عليه وسلم ما ابتدعه بعض الناس من إحياء المواسم البدعية من الموالد والمناسبات التي ما أنزل الله بها من سلطان. قد حذرنا صلى الله عليه وسلم من البدع، وقال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبهذا القدر لهذه الحلقة كفاية، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.